مع بداية إطلاق أولى مشروعاتنا كان شعارنا هو Develop with Knowledge. وفي كل خطواتنا كنا حريصين إننا نترجم خلاصة خبراتنا في مراحل المشروع المختلفة، سواء اختيار الأرض أو الإعلان عن المشروع انتهاء بالهيكل الخرساني. 9 شهور بيلخصوا رحلة إنجاز عظيمة، قدرنا إننا ننتهي من الهيكل الخرساني بالخبرة والإمكانيات والموارد اللي ساعدتنا في تنفيذ وعد قطعناه على نفسنا والتزمنا بيه في كل العقود مع عملائنا. وعلى نفس المنهج هنكمل مشوارنا وهنسلم المشروع في 2025 عشان نحقق أعلى عائد استثماري لشركائنا وعملائنا زي ما وعدناه. أرك بلان وعدت فأوفت.